نشرة الأخبار من 218 نبدأها بأبرز العناوين. رئاسي الوفاق: الحرس الوطني خارج عن القانون. لاستامبا الإيطالية تصف الوضع في طرابلس بالمتفجر. الجزائر تشدد المراقبة على حدودها مع ليبيا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. في بيان شديد اللهجة أعلن حرس الرئاسة الوفاق أن ما يسمى بجهاز الحرس الوطني والمجموعات الداعمة له هي تشكيلات خارجة عن القانون ولا تتمتع بأي شرعية. بيان رئاسي أكد أنه لن يسمح بخلق أي أجسام موازية في طرابلس تقوم بإرهاب السكان والآمنين وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح. وشدد الرئاسي أن حماية العاصمة وأهلها هي أولوية لن يدخر جهدا في سبيل تحقيقها. الرئاسي جدد في بيانه أن الحوار ونبذ العنف والتصعيد هو السبيل الأوحد للخروج من الأزمة، معلنا انفتاحه للتعامل مع جميع الأطراف دون تمييز، محذرا في الوقت ذاته أنه لن يقف موقف المتفرج إزاء كل من تسول له نفسه العبث بمصير ومستقبل الليبيين. إلى ذلك، قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية إن الأوضاع في طرابلس تنذر بالانفجار في ظل تزايد غضب الشارع لغياب الأمن وضعف نفوذ المجلس الرئاسي وغياب أي موقف للأمم المتحدة. الصحيفة وفي افتتاحيتها اليوم قالت إن 38 مجموعة مسلحة هي من تتحكم في الأوضاع في العاصمة، يدين بعضها بالولاء للمجلس الرئاسي، بينما تتبع مجموعات أخرى لحكومة خليفة الغويل التي عادت للعمل من جديد وسط تقلب ولاء باقي المجموعات، مما ساهم في زيادة النقمة الشعبية وحالة الغليان في الشارع. وأضافت الصحيفة أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في سباق مع زمن لبسط سيطرته على الأرض حتى لا يدفعه الوضع الميداني لحزم حقائبه وركوب البحر ليغادر البلاد. ليلة أخرى عاشها سكان العاصمة طرابلس وضواحيها وهم يكتمون أنفاسهم ويترقبون استمرار تدهور الأوضاع الأمنية جراء تغول العديد من المجموعات المسلحة تحت مسمى جديد. منطقتا صلاح الدين والهضبة هما الأكثر تأثرا بالأحداث التي بدأت منذ ليلة الخميس الماضية وما زالت في تصاعد، لا سيما في ساعات المساء من كل يوم، حيث عكفت هذه المجموعات على إغلاق الطرقات وإقامة بوابات الاستيقاف ناهيك عن دوي إطلاق النار والقذائف الذي بدد الأمن وروع المواطنين الذين طالتهم شظايا الموت وهم في منازلهم، فيما اقتصر دور المجلس الرئاسي على إصدار بيان خجول أدان فيه ما يحدث دون اتخاذه لإجراءات رادعة على الأرض. أعلنت الجزائر رفع درجة التأهب القصوى في العديد من المناطق الحدودية تحسبا لأي طارئ قد تعرفه هذه المناطق لمنع تسلل المجموعات الإرهابية إليها في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وعودة المئات من الدواعش إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى تحذيرات من ضرب منشآت نفطية جزائرية. ووفقا لصحيفة المحور الجزائرية فإن إجراءات خاصة قد اتخذت من قبل قوات الجيش بعد تسجيل تحركات للمجموعات الإرهابية الناشطة في ليبيا والجنوب الغربي التونسي، مما شكل مخاوف من تقدم عناصر داعش الفارين من ليبيا لاستهداف الصناعة النفطية الجزائرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية جزائرية أن داعش خطط مرات عدة لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة انتحاريين واختطاف أجانب يعملون في حقول النفط والغاز بالجنوب الجزائري، إلا أن المشكلة التي اعترضت التنظيم الإرهابي تتعلق بعدم توفر الإمكانات لمواجهة القوة التي وضعها الجيش الجزائري في منطقة أو في محيط حقول النفط والغاز من قوات برية وجوية ومروحيات هجومية، بالإضافة للضربات الاستباقية التي وجهها الجيش للجماعات السرية.
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري دانا رور باخر عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة الليبية. وأكد شكري خلال اللقاء على تعزيز آليات التعاون والتنسيق بشأن التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة الشرق الأوسط، وشدد الوزير على أن الدعم الأمريكي للمنطقة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة مطلوب تعزيزه خلال المرحلة المقبلة لدعم مواجهة الإرهاب. شارك وفد من مجلس النواب باجتماعات 5+5 للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط برعاية مجلس المستشارين بمجلس النواب المغربي. الاجتماع تمحور حول مكافحة الإرهاب العنيف والهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط. اللقاء يأتي بناء على توصيات اللقاء الذي عقدته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بتاريخ 15 ديسمبر لعام 2016 في روما حول موضوع حوار الحضارات ومكافحة التطرف العنيف، والذي حاول خلاله المشاركون تدارس وإحاطة الوضع من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. يزور وفد من المجلس الاستشاري برئاسة النائب الرئيس المجلس محمد معزب القاهرة نهاية الأسبوع الجاري في إطار التشاور المستمر لوضع تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. الزيارة التي لم يعلن عن جدول أعمالها قال عنها مصدر مصري أنها تأتي في إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين وإشراك جميع الأطراف للتوصل إلى حلول تمكنهم من وضع الاتفاق السياسي محل التنفيذ وتخرجهم من حالة الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد. عقب ذلك أعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة أعاقت تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا. أثار ذلك غضب فلسطين التي أدانت ما وصفته بأنه تمييز صارخ لإعاقة واشنطن تعيين فياض. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه غير مقبول، وبدورها قالت عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن إعاقة التعيين فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية، ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الأمريكي. وذكر مكتبه في رام الله أن فياض لا يريد الإدلاء بأي تصريح، ويأتي الموقف الأمريكي ضد تعيين مسؤول فلسطيني مبعوثا للأمم المتحدة قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وبعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي قال فيها أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لا يخدم السلام. في رد على الجدل الذي أثير حول ترشيح سلام فياض خلفا للألماني مارتن كوبلر في البعثة الأممية لليبيا، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريغ إن قرار تعيين فياض استند على الكفاءة والمؤهلات. ولفت دوغريغ إلى أن موظفي الأمم المتحدة يخدمون بصفتهم الشخصية ولا يمثلون دولا ولا حكومات، مضيفا أنه يلاحظ عدم وجود شخصيات فلسطينية ولا إسرائيلية خدمت في مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، ولا بد لهذا الوضع أن يتغير، ودائما على أساس الجدارة والكفاءة للمرشحين لتولي مناصب محددة. دوغريغ أكد التزام الأمين العام بوعده القاضي بتوظيف شخصيات مؤهلة مع احترام التنوع الإقليمي. The Secretary General insists on the need to avoid any action that would derail the
طالب المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني العقيد أحمد المسماري المواطنين في مدينة هون الابتعاد عن الأماكن التي تتواجد بها الجماعات الإرهابية في فندق الواحات خاصة وفي منطقة الجفرة عامة. المسماري أضاف أن قوات الجيش دمرت أرتالا تنوي الوصول إلى منطقة الهلال النفطي وأرتال أخرى تحاول الدخول إلى مدينة إجدابية. نؤكد الآن أن هناك أرتال تدمر، أرتال تحاول الوصول إلى منطقة الهلال النفطي، أرتال أخرى تحاول الوصول إلى مدينة إجدابية من ثم إلى مدينة بنغازي. هناك محاولات للعدو، ولكن هاكم الآتي: على أهل هون وفندق الواحات إخلاء فورا من غرفة العمليات ومن الأسلحة والذخائر الموجودة فيه، لديكم ساعات قليلة جدا لإخلاء وإخراج النزلاء وإخراج العاملين فيه، لأن هذا الفندق تحول إلى غرفة عمليات ووكر من أوكار الإرهاب وبالتالي سيدك. نحن في السابق لم نضرب أي هدف خارج قاعدة الجفرة أو خارج الكتائب الإرهابية أو تمركزات الكتائب الإرهابية، ولكن الآن سيضرب أي هدف سواء مخزن ذخيرة، غرفة عمليات، وحدات على الأرض في كل منطقة الجفرة. وبالتالي نحذر المواطنين عليهم الابتعاد عن أماكن الإرهابيين، عن أماكن تواجدهم، عليهم إبعاد الإرهابيين عن الأهداف الحيوية في المدينة مثل مصنع التمور، مثل فندق الواحات وغيرها من المزارع التي على أطراف منطقة الجفرة. نحن نحارب في تنظيم القاعدة بكامل قوته، تنظيم القاعدة بقادته ودوله الخارجية ودعمه الخارجي. تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من ضبط خلية إرهابية تستقطب المقاتلين وتعمل على تسفيرهم إلى سوريا عبر ليبيا. وكشفت وزارة الداخلية التونسية السبت إن عدد أفراد الخلية 6 إرهابيين وأعمارهم تتراوح بين 19 و 51 عاماً، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتواصل مع عناصر إرهابية متواجدة بليبيا، كما اعترفوا أيضا بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي وبالقيام بتدريبات قتالية في أماكن نائية بمنطقة البقالطة بعيدا عن المراقبة الأمنية، وقالوا إنهم كانوا ينوون التوجه إلى مالي وليبيا. اجتماع أعضاء مجلس النواب عن مدن الجنوب بمؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية للتناقش حول الواقع والمأمول. مكان صغير وحضور كبير تمثل في أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السابعة أوباري وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء مجلس بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه، وذلك لمناقشة وبحث الوضع الراهن المتردي في البلاد وإيجاد حلول لمعالجتها. تم تناول العديد من النقاط المهمة والمشاكل الآنية اللي يعاني منها المواطن في هذه المنطقة، وحقيقة كان نقاش بناء وكان نقاش جيد حقيقة، وكان أعضاء النواب كان صدرهم رحبة واستوعبوا وفعلا أثنوا على كل المشاكل اللي يعاني منها المواطن في المنطقة. من القضايا التي تمت مناقشتها تخص بالدرجة الأولى النقص الحاد في السيولة النقدية لفترات طويلة، والنقص في الغاز والدقيق وانقطاع الكهرباء، إضافة إلى المقترحات التي قوبلت بالإهمال والرفض من الحكومة. أن الوضع أصبح يتزايد خطورة كل يوم، يعني المواطن أصبح أن البنزين ما فيش، الضيق ما فيش، حقيقة حتى في الوضع الصحي الناس أصبحت تعاني، يعني تعاني ويلات السفر للأسف الشديد، يعني رقعة جغرافية بهذا الشكل تصبح مهمشة. فحقيقة يجب أن على شباب الجنوب وحكماء الجنوب وأعيان الجنوب يجب أن تكون لنا الكلمة الفاصلة في هذا الشأن وبكل قوة. انتهى الاجتماع وصوت الجنوب الحزين يتمنى أن يجد آذانا صاغية لمعاناته من المسؤولين بأسرع وقت ممكن. أو الجنوب لماذا؟ قاعدين في جامعة سبها وقاعدين مخصصاتها هيمنين عليها سبها.
تم سبب تحميل أول ناقلة نفط للتصدير عبر ميناء غزة العائم لصالح المؤسسة الليبية للنفط بإشراف ومتابعة شركة مليتا. وتأتي هذه العملية بعد أن تم ضخ النفط الخام المعالج بالمنصة الرئيسية رقم 4 إلى ميناء غزة، حيث تم استقباله بنجاح. وتمت عمليات موازنة الخزانات الرئيسية، واستمرت عمليات الضخ حتى وصلت للمستويات القابلة للتصدير، وبالفعل تمت اليوم أول عملية شحن للتصدير. دوريات أمنية وعمليات تفتيش للسيارات شهدتها مدينة جالو تأتي بعد عمليات أمنية بعدم حمل الأسلحة غير المرخصة. لكن نحن هذه لا نحن يقول الجو في خطوة لحفظ الأمن والمواطن، شرعت دوريات من الجيش الوطني بمدينة جالو بعمليات تفتيش على الطرق ومفترقات المدينة، وذلك بعد أن طلب آمر الدوريات من المواطنين عدم حمل السلاح إلا بترخيص من قيادة الجيش. ولم تقتصر هذه العمليات على الأسلحة المعتادة، بل شملت أيضا السلاح الأبيض، وذلك لأجل ترسيخ مفهوم حماية الجهات الرسمية والأمنية للوطن والمواطن. أما الزجاج المعتم وضبط السيارات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية فكانت إحدى مهام هذه الدوريات بالمدينة. ولأن الحفاظ على الأمن أصعب من نيله، يحاول الجيش الوطني عبر دورياته الأمنية في مدينة جالو التعامل بحرص وثبات لحفظ أمن المدينة وأهلها. تعاني المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام بالمنطقة الغربية نقصا كبيرا في أجهزة الكشف المغناطيسي، إلا أن ذلك الحال تغير اليوم بعد افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة. إنجاز يشرع نوافذ التفاؤل لمرضى الأورام، وأمل جديد يتحقق بافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمعهد القومي لمدينة صبراتة، بحضور أعضاء من المجلس المحلي وبمساهمة من الشركة الوطنية للنفط وشركة إيني شمال أفريقيا للنفط وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة. هذا الجهاز رنين مغناطيسي 1.5 تسلا ملتيفا، مقدم من شركة الصدى عن طريق شركة إني للغاز. والجهاز هذا بصراحة جاء في وقته في الظروف اللي تمر بها البلاد، لأن المريض الأورام محتاج لعدة أجهزة ولعدة أدوية. يساعد هذا الجهاز بشكل دقيق في تشخيص ومتابعة مراحل المرض، وكذلك يكشف عن العديد من الأمراض المختلفة. تم توريد الجهاز وتركيبه، وإحنا اليوم الحمد لله وبفضل الله بصدد افتتاح هذا المشروع. إن شاء الله الجهاز طبعا مش حيكون حكر على حالة الأورام فقط، حتى باقي الحالات الأخرى اللي هي غير حالة الأورام حتستفيد من هذا الجهاز. افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي سيوفر على سكان المنطقة الغربية مشقة السفر إلى الدول الأخرى، ويخفف عنهم التكاليف الباهظة التي تترافق مع الفحوصات الدورية المرتبطة بهذه الأجهزة الطبية المهمة. نظمت مدرسة تراغن للتعليم الأساسي المهرجان الأول للسلام بتنظيم ومشاركة من هيئة التدريس وطلبة وطالبات المدرسة، وبحضور عدد من مسؤولي التعليم والمؤسسات المدنية. منادين بالسلام لليبيا وأهلها، احتشد طلبة وطالبات مدرسة تراغل للتعليم الأساسي المشتركة إيدانا بانطلاق مهرجانهم الأول للسلام الرياضي الثقافي الاجتماعي خلال العام الدراسي 2016-2017. في هذه السنة نتمنى أن يعم السلام على ربوع ليبيا الحبيبة، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد وترجع ليبيا على ما كانت عليه في أمن
واستقرار. حضور لعدد من الشخصيات التعليمية والمدنية ومشاركة فاعلة للطلبة والطالبات في مختلف نواحي ومناشط المهرجان بدءا من الرياضة إلى الثقافة وجوانب المعرض الفنية. قمنا في هذا اليوم بتظاهرة رياضية شملت نشاط ثقافي، نشاط اجتماعي، معرض، ونتمنى الاستفادة للطلبة من هذا البرنامج الرياضي والثقافي والاجتماعي. بالنسبة لتسميتها باسم مهرجان الأول للسلام، ليش سميتوه مهرجان الأول للسلام؟ نتمنى ليبيا كل السلام. تميز في العطاء وروعة في المشاركة دلت على ابتهاج الطلبة والطالبات بالمهرجان، وأعطت إيحاء بمدى الفائدة من مثل هذه الأنشطة والبرامج. اليوم درنا احتفال صغير بما لعبنا فيه ألعاب، ومنهن الجري والكرة القدم، وعملنا أسئلة وأجوبة، وطبعا حين معلمين والمعلمات، وبارك الله فيكم. هذه المهرجانات تفيد العملية التعليمية من ناحية إبراز مواهب الطلبة، من هذا من جانب، من جانب أيضا هي مبعث لاستعادة النشاط والإقبال على المؤسسات التعليمية بكل روح وبكل معنوية عالية بالنسبة لأبنائنا الطلبة. في ذات الوقت هي عامل مشجع لحقيقة لإبراز المواهب أو ما قدمه السادة المعلمون في لأبنائنا الطلبة في هذه المدارس. الطلبة والطالبات هم نتمنى لهم أن يشاركوا في الجري وفي الوتب في كل أي حاجة تخص المدرسة. وعلى خلفية المهرجان ولأننا ما زلنا في بداية العام كانت الأمنية: كل عام وأنتم بخير بهذه السنة الجديدة، وأتمنى أن يعم الأمن والأمان بهذه السنة الجديدة، وهني أسرتي ومعلماتي وزملائي بهذه السنة الجديدة، وإن شاء الله سنة 2017 تكون سنة وخير وفرحة. محمد السعيدي علي، 218، راغن. النشرة مستمرة وفيها تتابعون بعد الفاصل. كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا جديدا. رئاسي الوفاق: الحرس الوطني خارج عن القانون. لاستامبا الإيطالية تصف الوضع في طرابلس بالمتفجر. الجزائر تشدد المراقبة على حدودها مع ليبيا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وفي الشأن العربي والدولي نبدأ من ملف الأزمة السورية، حيث أعلنت وزارة الخارجية كازاخستان أن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مدعوتان لجولة جديدة من محادثات السلام الرفيعة المستوى في 15 و16 من فبراير في أستانا. وأشارت الوزارة إلى دعوة الحكومة السورية وممثلي المعارضة المسلحة السورية والموفد الدولي لأمم المتحدة ستيفن دي مستورا إلى هذه المفاوضات التي ستناقش وقف إطلاق النار وإجراءات إحلال الاستقرار في مناطق معينة وغيرها من الخطوات العملية التي يجب اتخاذها تمهيدا لمحادثات جنيف. وعلى الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الحكومية السورية تمكنت من السيطرة على بلدة تادف الاستراتيجية جنوبي مدينة الباب في عملية نفذت بدعم جوي روسي. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد: قامت القوات الحكومية خلال الأعمال القتالية في منطقة بلدة تادف بقتل 650 إرهابياً وتدمير دبابتين وأربع مدرعات مشاة قتالية و18 عربة دفاعية وسبع قاذفات قنابل وست سيارات مفخخة.
إلى العراق، حيث قالت مصادر عراقية أن المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف، وذلك بعد ساعات على مقتل 7 أشخاص خلال تفريق مظاهرة بساحة التحرير. ونقلت فرانس بريس عن مسؤول في الشرطة قوله: لسنا متأكدين بعد ما إذا كانت القذائف هاون أو صواريخ، إلا أن العديد منها سقط على منطقة الخضراء، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. يشار إلى أن منطقة الخضراء تضم مقرات حكومية وبعثات أجنبية عاملة في العراق. تلاحقت الأحداث في العراق وسقط القتلى والجرحى في مظاهرة بغداد، ليأتي بعدها مقتدى الصدر ويدعو أنصاره لما وصفه بالانسحاب التكتيكي، محملا رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية استخدام القوة، مهددا في الوقت ذاته بتحركات أقوى في المرة المقبلة. المشهد في محيط المنطقة الخضراء وصل إلى درجة الغليان بعدما تحولت التظاهرات إلى مواجهات بين الشرطة العراقية وأنصار التيار الصدري الذين يطالبون بتغيير المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها وتعديل قانون الانتخاب، إضافة إلى مطلب قديم جديد بالإصلاح ومكافحة الفساد. وأمام هذا التصعيد الخطير على الساحة السياسية في العراق، طلبت كتلة الأحرار في البرلمان العراقي التابعة للصدر بعقد جلسة طارئة لإيقاف عمل مفوضية الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير أفرادها تلبية لمطالب المتظاهرين. الشرارة الأولى لهذا الغضب بدأت منذ قرابة شهرين إثر تحالف مثير للجدل بين رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، وهو ما يضمن إبقاء هيمنة ائتلاف المالكي على الانتخابات المقبلة كما يقول المعارضون. حالة من التخبط والفوضى تعكس ما يدور في الأروقة السياسية من سير نحو المجهول، لتبقى الكرة في ملعب البرلمان لحل الأزمة قبل تطورها باعتباره مصدر التشريع. وفي المغرب، بعث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران رسائل يؤكد من خلالها تمسكه بموقفه من تشكيل الحكومة في ظل الأزمة التي تعيشها المشاورات بعد مرور أكثر من 4 أشهر على تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية. ودخل بن كيران في مشاورات مطولة مع عدد من الأحزاب للمشاركة في الحكومة المرتقبة، ومرت في مراحل انسداد عديدة أبرزها اشتراط عزيز خنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار لاستبعاد حزب الاستقلال، ثم تمسك التحالف الرباعي المكون من أحزاب الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بدخول الحكومة معا. اعتقلت السلطات التركية شخصين أجنبيين للاشتباه بتخطيطهما لشن هجمات في أوروبا لحساب تنظيم داعش، بحسب ما أوردت وكالة دوغان الخاصة للأنباء. وقالت الوكالة أن الرجلين هما عبد الله الحلبي وهو مواطن دنماركي من أصل لبناني، ومحمد توفيق صالح وهو مواطن سويدي من أصل عراقي. وأضافت أن الرجلين انضما إلى التنظيم قبل 3 سنوات وتدربا على استخدام أسلحة في سوريا قبل أن يعودا إلى تركيا بطريقة غير شرعية قبل 12 يوما. إلى الولايات المتحدة، حيث استهدفت عمليات وكالات أمنية أماكن إقامة مهاجرين دون أوراق قانونية في عدة مدن أمريكية كبرى. وقالت صحيفة الواشنطن بوست إن عدد الموقوفين بلغ المئات، فيما أعلنت الوكالة المختصة أن غالبية الموقوفين صدرت بحقهم أحكاما مشددة، كما تم توقيف آخرين ليست لديهم سوابق. وكان الرئيس دونالد ترامب أعطى الأولوية في مرسومه الأخير لطرد من لا يملكون أوراق إقامة ولديهم سوابق عدلية أو آخرين متهمين في أي قضايا. وعلى خلفية أزمة الجدار العازل، دعت حوالي 80 منظمة أهلية وشركة وجامعة في بيان المكسيكيين إلى تظاهر اليوم الأحد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشروعه.
وتحت وصمة لتهتز المكسيك الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دعي سكان نحو 20 مدينة إلى النزول إلى الشوارع ظهر اليوم بملابس بيضاء أو رفع علم المكسيك. وقالت الجهات المنظمة أن الوقت قد حان لتوحيد المواطنين من أجل التظاهر تعبيرا عن الرفض لنوايا رئيس ترامب. أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي، حيث أشارت التقارير بشأن تجربة إلى ردود أفعال قوية ضد بيونغ يانغ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إنه دعا إلى اجتماع للأمن القومي. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار ربما لا يكون لصاروخ عابر للقارات، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أحيط علما بالتجربة. قال مكتب حاكم إقليم هلمند الأفغاني أن انتحاريا قتل 7 أشخاص وأصاب 20 آخرين خارج بنك في لشكرغاه عاصمة الإقليم. وقال الناطق باسم حاكم هلمند عمر زواك إن المهاجم فجر سيارة مفخخة قرب مركبة تابعة للجيش الأفغاني لدى وصول الجنود إلى بنك في لشكرغاه للحصول على رواتبهم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة طالبان تسيطر على مناطق واسعة من هلمند وكثيرا ما هددت لشكرغاه. في صالون للحلاقة الرجالية في مدينة رفح الفلسطينية يقترح رمضان طريقة مغايرة لفرد الشعر وتصفيفه، نتعرف عليها مع هذا التقرير. داخل صالون الحلاقة هذا في مدينة رفح الفلسطينية قطاع غزة، مع هذا الحلاق لا يشتعل الرأس شيبا بل نارا. رمضان عدوان يفرد شعر الزبون بطريقة مختلفة، والزبائن الشباب على كراسي الصالون يستعدون للإثارة مع عملية الحلاقة بالتسخين. يرش رمضان شعر الزبون بسائل قابل للاشتعال، ويبدأ بتصفيف الشعر وقصه وفرده بعد اللهب، تجربة تتطلب بعض الشجاعة. فكرة كانت فكرة بسيطة جدا، ولكن خطرة نوعا ما، إذا ما كنتش بتعملها عن خبرة أو عن قوة في شغلك. فهذه الأمور بدها حمايات للشعر، بدك تضطر أنك تحط أكثر من نوع حماية للشعر، أنك تحمي جلدة الرأس والشعرة من 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 بدايتها لعند أطرافها من فوق، مع الحماية اللي هو للأشياء اللي باينة للنار. في صالونه هذا يتفنن رمضان في إبداع المزيد من طرق التصفيف المغايرة. نقدر نبدع ونقدر نطلع أفكار، وإحنا مش مقلدين زي بعض الناس ما قالت ان احنا مقلدين. لا، انا مش مقلد. القصات اللي بتصير في الشعر تتوارد ما بين جميع انواع الصالونات، ولكن اللي بيبرز فيها هو بياخذ الافضليه والاولويه. ففكره النار كثير عملوا بالنار وعملوا افكار وعملوا، من حق اهل القطاع ان يكون لهم جانب من هيك. منذ 18 عاما يعمل في هذا المجال، ويرى ان طريقه التصفيف بالنار وسيله امنه بمحافظته على ابقاء الهواء مشوبا باللهب أو بدونه من 10 إلى 15 ثانية. تجربة جديدة يعني على الساحة الفلسطينية، تمام، وتجربة حلوة كتير. أنا كنت بفرد شعري بالجلاد، بس الجلاد هذا كان بس أول أسبوع أحس إنه شعري حلو هيك ومميز، بعد هيك شعري يتلف. فأنا لما شفت التجربة هذه بحس عليها على النت، لقيت أنها تجربة حلوة كتير وتجربة مميزة، صحي خطرة بس ما حسش بالخطر أثناء ما بفرد شعري. يعني للظهور بمظهر جميل ثمن، لكن عدوان يوضح أن أسعاره مناسبة لزبائنه من رفح وعموم غزة، تلائم مستوى معيشة سكان الحواري. مع هذا طرأ تحسن في وضعه المادي من عمله كحلاق. مشاهدينا، والآن إلى أخبار الرياضة والزميل مهند نجب، إليك مهند. شكرا لك حسن. أهلا بكم.
يلتقي ممثل ليبيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي طرابلس بعد قليل نظيره أول ستار زرغني في مستهل مبارياته بالبطولة. زملاء السلتو سيحاولون من خلال هذا اللقاء الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مباراة الإياب التي ستكون بعد أسبوع في تونس. وسيدخل الأهلي بتشكيلة تضم في حراسة المرمى محمد نشنوش، وفي خط الدفاع هيثم ظانة وعلي سلامة وسامح الدربالي ومحمد الترهوني، وفي المنتصف سيتواجد بدر حسن ومبيدي، بينما يتواجد في خط المقدمة سالم عبلو ومؤيد اللافي ومحمد صولا وأنيس السلتو. الرحمن الرحيم، جمهور الأهلي الكرام، أهلا بكم. هنا ملعب تمني ستاديوم، الملعب الذي سيحتضن على تمام الساعة 4 بتوقيت ليبيا مباراة الأهلي، المباراة الافتتاحية في دورة تمهيدي طبعا من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي الذي استعد كما ينبغي المعنويات هنا في تمني مرتفعة جدا. هذه لمحة عن الملعب الذي يبدو خاليا تماما حتى الساعة، إلا من بضع عشرات من الجمهور الذي جاء من دواء التي تبعد عن ثمن 200 كيلومتر. طبعا تشكيلة الأهلي استمعتم إليها، تكون من محمد نشوش، رباعي خط الظهر سامح الدربالي، هيثم ظانة، علي السلامة، وفي الجهة اليسرى محمد الترهوني، مبيدي، بدر حسن، ثم الثلاثي اللي يلعب خلف المهاجم أنيس السلتو. سنلعب في الجهة اليمنى بسالم عبلو، في الجهة اليسرى بمحمد صولا، مؤيد اللافي، ثم سلتو مهاجم. حقق ممثل ليبيا الآخر في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي الهلال الفوز على حساب أولينزي ستارز الكنيبي نتيجة هدف دون مقابل، ما جعل جماهير الفريق الأزرق سعيدة بهذا الانتصار. نتابع. نشكر الفريق الأول بالنادي على النتيجة الرائعة اللي قدمها في المباراة الأولى في مباراة الذهاب، ونسأل الله أن يوفقهم في مباراة الإياب ويديروا لنا نتيجة كويسة. وطبعا نحب نشكر الطاقم الإداري والطاقم الفني على رأس جمال بنوارة اللي يعني لما الفريق في ظروف صعبة، في ظروف النادي ما فيش نادي يلعب خارج النادي، ما فيش حتى مكان يتمرن فيه نادي الهلال، ما فيش مكان يتمرن فيه. وبعدين نحن لومنا على الحكومة المؤقتة، بصراحة مفروض توقف مع النادي في الظروف الصعبة اللي عايشها النادي الهلال، ضروري من وقفة جادة من الحكومة المؤقتة، من هيئة العامة للشباب والرياضة، بحيث أن توفر إمكانيات للنادي لأنه يمثل في ليبيا، ما يمثلش في نفسه النادي الهلال. نحب نشكر نادي الهلال على المستوى اللي قدموه في البطولة الأفريقية في أول مباراة لهم، وإن شاء الله يكملوا على هذا المستوى. ونحب نشكر الطاقم الطبي والإداري والفني على المجهودات الكبيرة رغم الظروف الصعبة. نحب نشكر إدارة النادي تعمل في ظروف صعبة بدون دخل للنادي، وبدون يعني قبل كان معتمد مثلا على الدكاكين على حاجات زي كذا، تو ما عادش فيه شيء هذا. رغم هذا كله ان النادي قدم مستوى كويس، سواء في الكاس سواء في البطوله الافريقيه، وان شاء الله نطلبوا منهم ان يترشحوا في المباراه الجايه يقدموا مستوى كويس، اقل شيء ما يخشش فينا جول باش نضمنوا العبور. يستعد فريق النصر لكرة القدم داخل الصالة لتمثيل ليبيا في بطولة الربيع العربي التي تقام في تونس من خلال سلسلة من المباريات الودية في بعض المدن الليبية. التفاصيل في التقرير التالي. بعدما أهملت رياضة كرة القدم داخل الصالة أو كرة القدم الخماسية بمسماها السابق، اليوم تعود للواجهة باهتمام أنديتنا بها نظرا لكمية المواهب الكبيرة التي نمتلكها، حيث يواصل فريق النصر استعداداته للمشاركة في بطولة الربيع التي تقام في تونس وتوج بلقبها في نسختها الأخيرة. قمنا بالاستعداد في المنطقة الغربية، استعدادنا لبطولة الربيع العربي المقيمة في مدينة سوسة بتاريخ 25/2، واستعداد الدوري وقمنا بما يقارب عن 40 مباراة ودية في المنطقة الشرقية وانتهت جميعا لصالح فريق النصر، والقدم أفضل إن شاء الله. لعبنا ضد الأولمبي الزاوية فزنا 3-1، وعندنا إن شاء الله السبت في مدينة الزنتان. سلسلة مباريات الفحامة الودية استعدادا لهذا الحدث كانت بزيارة أبناء بنغازي لإخوتهم في مدينة الزاوية ومواجهة الأولمبي وديا، ثم انتقل بعدها الفريق لمدينة غريان ليلتقي فريق شباب غريان ويتفوق عليه بهدفين لهدف بقيادة مدربه حمد الشعري، ومجموعة من المواهب الشابة يتقدمهم أحمد اليمني وأحمد بن شتوان في محاولة لإعادة إحياء هذه الرياضة داخل أروقة النادي العريق.
تهتم إدارة الأهلي بنغازي بصقل وتأهيل فئات الناشئين بالنادي بواسطة المدرب الوطني الشاب محمود الزياني. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. في مجتمعاتنا العربية وخصوصا داخل بلادنا ليبيا، كان أولياء الأمور في سنوات سابقة ينظرون للرياضة كمرادف للفشل في الدراسة، ولكن هذه النظرة يبدو أنها تغيرت، وهذا ما لمسناه من خلال تدريبات براعم الأهلي بنغازي تحت 14 عاما. طبعا بالنسبة للتمارين اليوم هو تمارين يعتبر يعني في منتصف فترة الامتحانات، طبعا احنا اعطينا الخيارات لبعض الرياضيين ان هم ما يأثرش على دراستهم وامتحاناتهم، ان الفترة طبعا طويلة بالنسبة للامتحانات تقريبا اسبوعين او 10 ايام، فنحاول تخللها بعض التدريبات يعني سويعات كيف ما نقولوا، على اعتبار ان نحن كنا نتمرن يعني فترة طويلة ممكن 3 اشهر، ما حبيناش ان الشغل طبعا بتاع الشهور اللي فاتت يضيع، فحبينا بين فينا والاخرى كيف ما نقول يعني خليهم يحافظوا على مستوى اللياقه الخاص بهذه الفئه اللي هي الفئه العمريه تحت 14 سنه البراء. وجت مجموعه طبعا استطاعت ان هي تجي على اعتبار ان هي ممكن تكون مكمله دراستها وتحاول تستفيد من هذه السويعات. تستهوي كرة القدم والرياضة هذه الفئة العمرية من الأطفال التي نعول عليها أن تكون سندا لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية مستقبلا. ونتدرب في الصباح وفي المساء، وإن شاء الله نلتحق بزملائنا اللي ما زالوا يمتحنوا، وكمان امتحاناتنا إن شاء الله نتصلوا على بطولة فئة براعم، ونحن تحت السن 14 إن شاء الله ناخذ البطولة. مؤسسة عريقة كالنادي الأهلي بنغازي تشتهر دائما بتخريج المواهب والأسماء القوية لكرتنا المحلية، وليس غريبا عليها اهتمامها الدائم بالفئات السنية. ضمن مباريات الجولة الأولى في مرحلة الإياب بالدوري الليبي للكرة الطائرة، حققت طائرة الأهلي طرابلس الفوز على حساب القرظبية بثلاثة أشواط نظيفة، ويتواجد فريق الأهلي في الترتيب الثالث في المجموعة برصيد 9 نقاط، وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الترتيب الأول والثاني ترشحوا من كل مجموعة لنهائيات ليبيا المقرر أن تكون على مرحلتين، الأولى في مصراتة والثانية في بنغازي. أخبار الرياضة تكاملت، عودة إليك حسن. شكرا مهند. والآن جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. إليكم تذكير بأبرز العناوين. رئاسي الوفاق، الحرس الوطني خارج عن القانون. لا ستامبا الإيطالية تصف الوضع في طرابلس بالمتفجر. الجزائر تشدد المراقبة على حدودها مع ليبيا. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. إلى اللقاء.